السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي اخواتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله ألقاكم في تمام الصحة والعافية بإذن الله. متتبعين الأعزاء، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبوا معنا هذا الفيديو، وعواشركم مبروكة ومباركة. فيديو اليوم اللي غنطرق له بالخصوص آخر مستجدات قضية الدكتور التازي. كيف ما كتعرفوا مؤخرا ظهرت معطيات جديدة ومفاجآت، بداية بمحاولة الدكتور التازي إنكار جميع التهم المنسوبة إليه قبل ما يتراجع ويعترف، وقال بأن المهمة استقبال واستلام المبالغ المحصل عليه من المحسنين المتبرعين داخل وخارج الوطن كان على علم بها بعد المواجهة ديالو أمام القاضي بالسيدة زينب اللي كانت صلة وصل بينها وبين الزوجة والدكتور التازي وكذلك الشقيق الدكتور المسؤول القانوني للمصحة. وعلى حسب ما توصلنا به اخواني اخواتي، فالدكتور عمل وكالة للابن ديالو لتسيير تلك المصحة اللي بين واضح انخفاض نسبة الزبناء بسبب هذه القضية اللي أثرت على سمعة المصحة. فصراحة أثناء يعني التحقيق التفصيلي أكد أن المعاملات كانت بين الزوجة والسيدة زينب، وأن الصور كانت كترسلها السيدة زينب عبر الهاتف أو عبر واحد الخاصية في الواتساب، وأن المأمورية ديالو يعني كانت الكشف عن المرض والإصابات ديال الناس المعوزين والمرضى بهذا الخصوص، وأن الدور ديالو كان منحصر حول القيام بالعمليات الجراحية لهؤلاء المستفيدين. هادشي اللي اعترف في أمام قاضي التحقيق. وشي حاجة أخرى يعني راه نكرها ونكر، يعني هو اعترف شي حوايج اللي مهمة، اللي هي تهم في حد ذاتها تهم ثقيلة يمكن أنها تزج به السجن ويكون لواحد الحكم قاسي إلى قدر الله، يعني إلى ما دافعش على راسو، إلى ما لقاش يعني شي حجج أنه يبرأ راسو من هذه المسائل. فقاضي التحقيق يقول الكلمة ديالو بهذا الخصوص. فالمواجهة ديال إحدى الممرضات، واحد الممرضة اللي كانت هي يعني مشات كإحدى الشهود، يعني أعطت الأقوال ديالها واللي اعترفت بأن أصحاب السيارات الإسعاف يعني هاد الدكتور التازي كان شاريهم وكيقول لهم جيبوا لي المرضى وغندور معكم، وكانت هاد الزوجة ديالو هي المكلفة بهم. فإلا كان المريض ديال الإنعاش كياخد مو السيارة الإسعاف 1000 درهم، وإلا كان غادي، إلا كان عادي إنسان عادي، فكتكون واحد المبلغ من 300 إلى 500 درهم حسب نوع الحالة ديال المريض وصاحب الكاميرا. فالحاصل كان كلشي كيتهاتف لدرجة أنهم يعني كيخطفوا المرضى ويجيبوهم لمصحة الشفاء من أجل العلاج. هنا في كيتبين أن هناك متاجرة بالبشر، خصوصا هاد الناس المعوزين اللي العدد كتير منهم ما استفدوش يعني من ديك الأموال اللي كانوا يستقبلوا هاد المصحة من أجل الاستفادة من الشفاء من هاد الأموال اللي كانوا دائما كيستقبلوهم. فحتى الشكايات اللي كانوا وضعوها هاد الناس المعوزين يعني راه ما تفاعلوش، حتى جا هاد الأمير الملياردير اللي بسببه يعني تفاعلت هذيك الشكاية، كذلك ابنة أخنوش حتى هي اللي كانت صراحة تيدفع ديك الشكاية وتفاعلت. فصراحة إخواني أخواتي، ما يقع داخل المؤسسات الاستشفائية الخاصة يعني كيسيء للسمعة القطاع الصحة في بلادنا، ولازم إعادة النظر في هذا التسيير والتأطير، ولازم خلق تكوين خاص لجميع المؤطرين لهذه المصحات، وخلق واحد الدورية من المفتشية في إطار المراقبة والمحاسبة حتى يتم ضبط يعني ديك الخلل اللي واقع هنا. فين غي كل المصحات اللي يعني عامله الحيطه والحظر من اجل ما يكونش ديك خلال، يعني يكون داك الشيء منظم، يعني كل واحد يعطيو حقه، يعني المواطن اي مواطن كيف ما كان غني او فقير يعني حنا سواسيه امام القانون. وهذا الشيء اللي كان السبب اللي خلى هاد المصحات
يعني كتشتغل في واحد الفوضى وكان استغلال والتجار والبشر وهادشي وزيد وزيد. هنا فين هاد الناس تفضحوا في الشهر الكريم، بداية من الشهر الكريم ومازال في رهن الاعتقال الزوج والزوجة وفي ديك الأشخاص الآخرين، لأنه كل ما كانش ثابتة في حقهم ديك التهم، يعني راه ما غي يعني كون خرجوا ولكن ديك التهم راه ثابتة في حقهم، وحتى الشهود راه كيأكدوا هاد الشيء بما فيهم هذوك الناس المميزين وحتى ذاك المحسنين اللي قدموا ذاك الشيء كايا. هذا وسوف يتم إصلاح المنظومة الصحة في بلادنا إلى تم يعني قام ديك المفتشات في اطار المراقبه المحاسبه، يعني ما يبقاش هذا الشيء كيوقع في بلادنا. وفي اخبار متداوله اخواني اخواتي، في جلسه الامس ان قاضي التحقيق استمع لزوجه التازي، هذه الزوجه اللي كانت في حاله يرثى لها وفي نفسيه متدهوره، لان صراحه وحده كانت عايشه يعني في يعني طوب صراحه عايشه، يعني حتى كما شفتوا في المواقع التواصل الاجتماعي غير ديك الفيلا، راه ماشي فيلا ديك قصر، وحتى احدى القنوات اللي كانوا استقبلوهم يعني وداروا معهم ذاك اللقاء، وشوفوا غير طريقه العيش الكريم اللي كانوا، ولكن الواحد ما كيحمدش الله سبحانه وتعالى. فالسجن يعني اللي غيخلي الحاله النفسيه ديال هذه السيده في حاله يرثى لها وفي نفسيه متدهوره وصعيبه، واللي كانت كترد على الاسئله ديال القاضي يعني، واللي اكدت ان توجه اللوم للزوج ديال الدكتور التازي، واللي اكدت ان فكره التجاره بالبشر يعني الزوج ديالها هو من خطط لهذه الفكره حتى يتم استغلال حاجه المستضعفين والمعوزين المحتاجين للعمليات الجراحيه. وبالتالي يعني كينشروا ديك الصور ديالهم عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لكسب ود هاد المحسنين خصوصا من الدول الخليجيه. فبالمناسبه اخواني اخواتي، ان هاد المحسنين او المتبرعين من يعني من دول الخليج اللي كانوا يرسلون اموال يعني طائله لهذا المصحه، على اساس ان هذوك الناس المرضى المعوزين الاسر المعوزه يستافدوا من هذا الشيء، وحتى الجاليه المغربيه اللي كانت كترسل اللي كان لها الدور في جمع التبرعات لصالح المصحه عن طريق ديك الوسيطه زينب اللي هي السبب باش فضحاتهم، وهي يعني كود بين، هي العلبه السوداء ديال هذا الشيء اللي وقع كامل، يعني عطات شي اسرار ممكن انها يعني تزج بهذا الدكتور والزوج ديالو الشقيق وديك سته اخرين، يعني وغيكون احكام قاسيه في حقهم بسبب ديك التصريحات اللي قالت لهم ديك زينب. فعلى اي فالقانون غادي في المجرى ديالو، وحتى القضاء غيقول الكلمه ديالو بهذا الخصوص، وحتى دوك الناس المستضعفين الابرياء الناس المعوزين يتنصفوا بهذا الخصوص. ربما سمعت انهم يعني حتى هما كيطالبوا بالحق المدني بهذا الخصوص. صراحه اخواني اخواتي، يعني حتى لا اطيل عليكم في هذا الموضوع، فما تنسوناش بالدعم ديالكم واللايكات باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.